إذا للحديث عن واقع الصحي في البصرة وارتفاع عدد الإصابات بسرطان ينضم إلينا عبر الهاتف من بغداد الطبيب الاختصاص الدكتور إبراهيم سليمان. دكتور إبراهيم مرحبا بكم. بداية، كيف يمكن قراءة هذه النسبة، يعني أكثر من 9000 إصابة بالسرطان سنويا في البصرة؟ ما الذي أوصل الأمور لهذا المستوى دكتور؟ مساء الخير عليكم وعلى مشاهدي قناة الرافدين. حياك الله أستاذ العزيز. هذا ليس جديد، والكيرف مال الإصابات السرطان ده يزداد بصراحة بالبصرة. شوف ما يسمى بين هلالين حكومة، زاد الإنتاج مال استخراج النفط، ويا زادت الإصابات. احنا كان عندنا 27,000 20,000، هذا الرسم اللي فوق هذا عدل نيناس مثلا متراجع البصرة، وين تراجع مثلا دايرك بغداد أو المحافظات الأخرى. الإصابات كثيرة، بالذات برونكوجينيك سي اي، سرطان القصبات، سرطان الرئوي، تهمت علينا الاستنشاق، منطقة سيئة جدا. أنت تعرف الاحتلال واستخدام اليورانيوم المنظف، تهمت علينا. ومن بعدين المحاصصة الطائفية على الصحة والبيئة، لأن ما حد أني هسه ما أقدر أحكي شيء، لأن أكو فلان مسؤول جهة ميليشياوية أو حزبية من دول المتسلطين على رقاب الشعب العراقي. فسيد الإصابات مخيفة مخيفة، والأشهر أو السنوات هسه العراق بيصدر 4 ملايين، عدل هذا الليجل، هذا الشرعي، عدل غير الشرعي. يعني أنت تدري أنت هسه هاي الميليشيات كلها هي تصدر تهرب النفط والنفط الأسود، فهذه الإصابات تزداد وراح تزداد أكثر. على ذكر الزيادة دكتور إبراهيم، لو فتحنا نافذة القطاع الطبي، هل يستطيع بالفعل تأمين العلاج لهذه الأعداد التي تزداد سنويا؟ هل باستطاعته ذلك؟ سؤال على رأسي، خذ سؤال. شوف سيدي العزيز، أني رحمت زوجتي سرطان الثدي، اتهمت علي طولت بي الأردن وما أردن للدنيا. هنا الجرعة ينطوها نص، ماكو جرعة كاملة. المصاب ياخذ نص الجرعة، مرات احيانا ربع الجرعة، لان ماكو امكانية ان ينطون جرعة كاملة. بدليل يعني مصاب بالسرطان ياخذ 6 جرعة، انت تتوقع 6 جرعة كافية؟ تمام لو تمام، بس الستة تعادل 3 جرعة كاملة وليس 6 جرعة. فماكو، لا صحيح، هذا السؤال مهم جدا. ما عندنا إمكانية أن يغطون كل الناس الموجودة المصابات. لكن دكتور، يعني في هذا الإطار، ما الذي يمنع الحكومة من أن تتحرك لإيقاف مسببات السرطان سواء في البصرة أو في بقية المحافظات؟ على سبيل المثال بأنها تفرض شروط على الشركات النفطية، وذلك من أجل تقليل نسب التلوث. ما الذي يمنع الحكومة من أن تخطو هذه الخطوة دكتور إبراهيم؟ سيدي العزيز، هسه انت تقول حكومه، احنا بالنسبه لنا العراقيين هسه صار عندهم قناعه كامله، ما كل شيء اسمه حكومه، مجموعه شله عصابه افتهمت علي تحكم البلد وتتمنى يزداد الاصابات السرطان والموت والدنيا. ترى حتى المستوى الصحي صفر، مستوى التعليمي صفر. فانت مال يفرضون على الشركات، هذا الكوميشن ياخذون مال الشركات. هسه انت هاي شركات، احنا هسه هاي مال الخدمه الافراد وما افراد، والسرطان ما حد يتدخل فيها. فسيدي العزيز، احنا مصيبتنا الدوله، ما يسمى بالدوله، مصيبتنا الحكومه، الحاكمين، وليس حتى بالسرطانات ممكن نتحمل اذا بس الله يشيل دول الحاكمين. طيب دكتور ابراهيم، لو نعود الى البنيه التحتيه للقطاع الصحي، لماذا لم تتطور البنيه التحتيه رغم كل هذه السنوات؟ ما المطلوب من اجل اعاده النظام الصحي الى العراق كما كان سابقا؟ ما المطلوب في هذا الظرف تحديدا؟ كل سو ايزي، من نكرف دوله كليتهم نقدر نبني الصحه. بدليل من عديله وما عديله، سيد العزيز هذول وزراء، مستوى وزراء، ما مستوى وزراء، الصحه يراده له واحد عاكتف، يعني من تجيب فلان وفلان من الصحه. لا حجي، هذا اذا ما تشيل هذا النظام كله، نظام المحاصصه الطائفيه، ما ممكن ترجع الصحه مثل ما كانت، مستحيل. من بغداد الطبيب الاختصاصي الدكتور إبراهيم سليمان، شكرا جزيلا لكم.